Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! قولي البنات جويز anniversaire! طول في العمر ان شاء الله يا ربي. وشو دابا البروغرام في كان فين ولا؟ كاينه ولا لا؟ اليوم الانيفيرسير ديال فوزية اختي بدا. السلام عليكم كي دايرين؟ اشو دخلت لي دخلتكم واحد الدخله اللي قالت داك فرانيا الفيراري دخلتكم واحد الدخله لا سلام لا كلام. سمحوا لي يا البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما قلت لكم اليوم الانيفيرسير ديال فوزية اختي. جويز انيفيرسير وان شاء الله بطول العمر وباش ما تمنيتي يا ربي وتحققي كاع الاحلام ديالك. المهم شوفوا كنا دايرين بروغرام زوين هذا النهار زعما باش غنخرجوا نتعشاو اونصومبل كنت دايره مع خواتاتي الاخرين وهذا. الحق جاتني واحد السفينه على غفله. دابا حنا شادين الطريق غنمشيو لكازا ان شاء الله باذن الله. ايوا قلنا فيها خير نحتفلوا في كازا ياك فوزية؟ وييه كيما قلت لكم الجو زياره والله العظيم قلنا فيها خير. دونك راه شنشد الطريق ولا شادين الطريق ديجا. المهم انا خرجت معنا حوايجنا دغيا دغيا بالخف. عندي تما واحد 3 ايام ماشي بزاف غادي نطرقوا عزيز ضروري غيمشي معنا عزيز خويا. غنطرقوا دابا في الطريق انا فوزية وعاد نشدوا الطريق وغادي نبارطاجي معكم. المهم كيما قالت فوزية حجه وزياره. المهم حنا غادي باش نقضيو واحد الغرض تما وميم طو راه حنا مفوجين ومساريين نديكم حتى نتوما تساروا معنا. المهم البنات خليكم معايا وقولوا لي بعدا كي دايرين الاجواء عندكم في المدن فاش نتوما كاينين عندكم شي صاد. حنا اكادير هاد اليامات بدات كتشحر القضيه ما كانش صاد مي هاد اليامات بدا كيسخن الحال سخونه عامره كلشي. قالوا لي كازا سخونه. المهم ما عرفتش بنات كازا قولوا لي واش سخون الحال عندكم نيت ولا لا. قالوا لي البنات بلي كازا سخونه مراكش هي الموت فاس خلاص. اي والله يرحمنا يا ربي امين. المهم خليكم معايا غنمشيو نطرقوا عزيز نمشيو نتغداو وغنهزو غير شي حاجه معنا في الطريق غاديين وناكلوا حيت ما تغديناش راه كما قلت لكم هاد السفيره والله ما كنضربها ليها الحساب ديال دقيقه 90 ديال جمع حوايجي دغيا دغيا حيت خصني ضروري نكون غدا تما غنقضي واحد الغرض كما قلت لكم ضروري ومؤكد. داكشي علاش ما كناش عوالين شحال هذا ما بروغرامينا زعما حتى شي حاجه. يوم من الخير كلشي من الخير. شوفوا اي حاجه كتجي والله الا من الخير واخا بعض المرات كاينوا لنا حوايج بلي ماشي حوايج كنقولوا لا وعلاش كلشي من الخير. اي حاجه كتوقع لنا في الدنيا الا ومن الخير. يلا خليكم معايا بلا ما نكثر لكم قوه الهضره. ان شاء الله نحاول نبارطاجي معكم هذه العشيه تاعي كي غادي تدوز ديالنا الطريق. راكم عارفين الطريق ما فيها ما يتصور من نحاول نصور لكم علاش قدرت ولا وصلنا تما وخرجنا مازال في العشيه راه غادي نبارطاجي معكم. المهم هانتوما معايا حنا غنتبداو بنفس الطوموبيل حيت كيما قلت لكم راه ما بقاتش الوقت. هو السي عزيز يلاه جابنا الغدا. السلام عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ السائق ديال السائق السائق المحترف عفاكم ماشي اي سائق. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. المهم انا خديت عصير وخديت سلطه ودابا فين نحطو هادي؟ ناري نوري وخديت سلطه كما قلت لكم غناكلو غير في الطوموبيل حيت ما بقاتش الوقت ما كاينش عندنا الوقت فين نمشيو شي بلاصه ونجلسو وناكلو في خاطرنا. على سلامتنا واخا عرفتوا العيا كتعرفوا الطريق غير العيا ما صورت لكم اصلا مازال حتى شي حاجه. غادي نبارطاجي معكم بالنسبه للوطيل اللي خدينا ابارتوتيل. انا كتعرفوني ديما كنفضل ناخذ لي زابارتمون بحال هكا صراحه كتحركي رجليك ماشي بحال خديتي غير شومبر كنحس راسي محبوسه في لا شومبر. دونك كيعجبوني لي زابارتوتيل حسن. بالنسبه للوطيل اللي كنا كنمشيو ليه لقينا كلشي عامر. كتعرفوا دابا تبارك الله الصيف راه ما نعاودش لكم الدنيا عامره بلا قياس واصلا هاد السفيره جات على غفله وما كناش دايرين لا ريزرفاسيون قبل يعني حتى كنا جايين دابا في الطريق وقفنا في واحد لي غوبو عاد تما فاش درنا لا ريزرفاسيون لوطيل. المهم جاب الله لقينا بعدا هاد لوطيل هذا لقينا فيه واحد لابارتمون هي اللي مازال خاويه هي اللي خدينا ومازال فيها غير شومبر وحده عازين على الصالون. حتى الغدا ان شاء الله الا جاب الاخوات شي ابارتمون اخرى غادي نتحولوا ليها. كما قلت لكم كلشي عامر. انا غنخلي لكم كاميرا تجيبوا دويره في لابارتمون صراحه الدنيا نقيه عندهم. اشنو سميت لوطيل فوزية؟
سميتو اوتيل فاميلي. هذه هي السميه ديالو كما قلت لكم رقيقي وزوين. ابارتمون صغيره ما نقول لكم كاميرا باش تجيبوا معنا دويره. فوزي راه باقا كتكتشف ما بغيتش تحل الصحيه ضربه مع الماركو. عاد غادي نجلسوا نرتاحوا شويه واخا كاع ما دخلنا بكري دخلنا معطلين بالحق نجلسوا نرتاحوا شويه عاد نخرجوا باش نشوفوا شي بلاصه نتعشاو فيها. غنجيب لكم دويره في لابارتمون. هنايا كاينه كويزين صغيره كما كتشوفوا. هنايا كاين هاد الصالون صغير مي هذا راه كيتحول قلتي لي عزيز ياك كيولي 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 اللي حيت اصلا بالنسبه لهاد لابارتمون كتهز ثلاثه الناس. خدينا بثمن ديال 950 ياك 950 درهم صراحه ثمن زوين كما قلت لكم نقيه. كاين هنايا بالكون صغير نوريكم دابا صراحه الظلام مغيبان والو كاين بالكون صغير. بعدا الحمد لله لقينا كازا ما سخونش الحال ياك كان كيسحب لي غنلقى سخون الحال. المهم دابا وصلنا بالليل ما سخونش الحال حتى الصباح ويبان الحساب. عاد كاينه واحد لا شومبر هنايا وكاين دوش وهنايا كاين دوش ياك قالك يلا شي عامين باش حلني لوطيل يعني داكشي علاش تبارك الله باقي نقي احسن حاجه هي النقاء ملي كيكون نقاء انا بالنسبه لي صافي تحدا ماشي مشكل. يلا نتعشى واحد راه الرجوع صافي انا غنبدل دغيا ونخرج ان شاء الله نشوف فين نتعشى. حوايجنا ما خلونا نبدلوهم هاد الشرفه هاد الشريف وهاد الشريفه نضل نجح والله ما باقي بدلت قالك لا غادي تجلسي غتعطى تخرجوا نتعشى وتعاودي تبدلي باش وانا خويا راه الطريق راه خصني نبدل حوايجي. لا حول ولا قوة مرفوض واش في حتى تاني شنو تخليك راه مريض والله الا كثرت المرايات هنا كيدوخوني بصح قالك بزاف شوف البنات جينا الريستورون ديال الهيبه راه شاركتها معكم شحال مره بصراحه بيني وبينكم كيديروا ماكله زوينه ولكن شوفوا الصف الناس فين شادين الصف شفتوا الناس كيتسناو وحنا اختي درنا الجوع ما نقدروش شفتوا الصف معايا بطل ما نتسناو نسيت شوف البلاصه فين هنا كيديروا شاورما واعره فريمون زوينه كيديروا الكنافه سير كاع صور سير حيت بان لي بزاف ديال الناس واقفين على برا. لا لا واقيلا الناس كيتسناو عرفتوا البنات مع اليوم السبت انا عاودت لكم الدنيا شحال عامره دابا حنا مازال ما عرفنا فين غنمشيو نتعشاو كندورو هنايا عرفتوا شحال الساعه شحال الساعه هادي 12 و ربع هادي انا بيني وبينكم عييت والله الا عيتني الطريق ضرني راسي بس غير ناكل نمشي الناس راسي الناس تجيب لنا هذا. هنا بقينا كنتسناو حتى خوات الدنيا شويه عاد دخلنا باش نتعشاو ما فينا ما يبقى يقلب فين شي بلاصه اخرى زعما فين نتعشاو صافي بقينا كنتسناو دخلنا تبارك الله كانت الدنيا عامره ما شاء الله ولكن الاكل عندهم لذيذ يستحق انكم تسناو تبارك الله ما شاء الله اللي كتبغي هكا الاكل الشرقي على حقو طريقو جربوه هنايا كتشوفوا هاد الريستوران فوق ما كنجي لكازا كنجي كناكل عندهم حيت كتعجبني الماكله عندهم. خدينا هاد المقبلات كما كتشوفوا اللي صراحه ننصحكم انكم تجربوهم الا جاب الله مشيتوا هنايا للهيبه جربوا عندهم هاد المقبلات تيصابوهم زوينين البنات. عاد من بعد انا خديت طبق مشاوي مشكل وفوزية وعزيز خداو شاورما. هما اصلا هنا معروفين بالشاورما تيقدوها رائعه غير هو ما كانوش لقاو شاورما ميكست عندهم زوينه بزاف الا جيتو لقيتوها غير جربوها البنات. هما خداو شاورما ديال الدجاج حتى هي قالوا لي بلي راها زوينه صافي. اخر حاجه خدينا كنافه. الكنافه عندهم من اروع والد الكنافات اللي انا كندوق صراحه انا البنات ما اشهر ما حتى شي حاجه مي كنهضر معكم بحكم التجربه كما قلت لكم فوق ما كنمشي تما تبارك الله كي كتعجبني الماكله ديالهم كيعجبني السيرفيس ما عندي ما نقول.
صورت لكم والو من البارح ولكن راه عرفتوا شنو كي طحنا كاو كركلاو كاو عرفتوا واحد العيار راكم عارفين مع الطريق جينا تعشينا راه شفتوا معايا ملي تعشينا مشينا للوطيل صافي ناسنا دابا عاد غنكمل معكم الفلوق غنكمل معكم النهار يلا فطرنا كيما شفتوا معايا غنمشي بعدا نقضي الغرض اللي جيت على قبلو عاد من بعد نمشي وندورو في لي مول في ماكازا ياك فوزيا فوزيا كاع احتفلنا بها مسكينه البارح دايرين لاباس ليكم بخير باقي كاع احتفلنا بفوزيا البارح ما طفاتش الشمعه ما والو عينا لازم يكون باقي فينا شويه الجد ولكن اصلا ما دخلناش بكري صح ايوا المهم غنعوضك اليوم ما تخافيش الله يعطيك الخير جينا الانفا بليس انا رسمية ديال لي موتيت الفولية غادي نجيبو دويرة شوية هنايا غنمشي الالفا 55 عرفتي كتحمقني هاديك المكازا تيكون فيها هادشي ديال لا ديكور نوال نجيبو دويرة فيها غادي ان شاء الله نمشيو نديرو قهيوة كيما قلتلكم من احسن لي مكازا لي انا كيعجبوني هنايا فاش كنجي لكازا هي الفا 55 كنلقى فيها الحاجات ديال لا ديكو داكشي عندهم زوين ما شاء الله
ان شاء الله فاش نبغي نفرش الرغزان بيتها ونقادو ليها. وحتى صوفيا كما كنت قلت لكم راني اولا نعاود نبدل ليها شحال حاجه في لا شومبغ ديالها، غير مازال ما وصلت الوقت كنشوفوا الاولويات من هذه لهذه، ولكن هادشي زعما دايره في البروغرام ان شاء الله باذن الله. انني غنقاد البنات بيتهم، وان شاء الله فاش غنبغي نقاد البنات غادي نجي هنايا، حيت عندهم داكشي كيحمق. اللي عندها بنيته ولا وليد تبغي تفرش ليهم وبغات حاجه زوينه ديال الفراش، ننصحكم تجيو هنايا، عندهم داكشي ما شاء الله رائع. المهم انا حاولت نصور لكم شويه. تبارك الله عندهم دي زارتيكل فنين هنايا في المغازا. بيان سيغ خصنا ضروري ناخدو كادو لصوفيا. جيت هنايا بانو ليا هادشي كتحمق عليه، ناخد ليها شي كادو. ها شوفي هادو فوزيا، هادو لا صافي صافي لي بيبي ياك. سير كاين الاخرى من الجهه الاخرى. شوفي هادو تبقى تصايب ليهم الشعر وداك الشيء. الله البحر يا سلام. نشوف شي كافي، عارفين راسي خاصني قهوه، ما شربتش الصباح فاش كنا كنفطروا باش نشرب قهوه. يلا يعني جابوا الممنوعات فني طرب. شفتي ليا قهوه هانسوني الكبيده ديالي توحشتها، كبيدات رزان وصوفيا. نشوفوهم ناقص نشربو بعدا قهيوة. انا خديت واحد انونجي، طلعنا على تراس الفوق في المول، الجو زوين هنايا. هذه غير خليتي زوينه. هو كنت عند يوم حبيبي اسمي الا الا ماكدو قالت لك رازان. دابا شوفوا البنات انا درني الجوع ياك، حيت انا اصلا صراحه ما فطرتش اليوم بزاف، فقت المعده ديالي ماشي حتى ليه، كليت غير فطور خفيف حتى داكشي اللي زدت من البيفور ما كملتو كاع كامل. المهم قلت لهاد الاخ وهاد الاخت سيروا جيبوا لي الغدا، حيت انا غادي نتغدى نمشي للوطيل نرتاح شويه، هادو ما باقي غيمشيو يتغداو شي حاجات وشوفوا لي شحال جايبين لي. دخلت لكم بالله واش انا غناكل هاد الكونتيتي كامله. لا صلاه تبارك الله راه كبيره، وهاد البلاكي فيه لي بات وفيه الدجاج واقيلا هذا ياك كتمشي مع خضيره سوتي. المهم غير كلوا معايا حيت انا ما نقدرش ناكل هادشي كامل. نتوما واش مازال ما فيكمش الجوع؟ لسه لسه لسه. المهم اختي انا غادي نتغدى ونمشي للوطيل نرتاح ليا مع راسي.
لكم شي حاجات خديتهم من فاش كنت في ال سي واي كيكي. كما قلت لكم كان عجبني هذا الشابو راني خديته على حسب ان شاء الله فاش نرجعوا لاكادير باش نتوحروا. كان الثمن ديالو رخيص صراحه 113 درهم. عجبني فيه بزاف هاد الديتاي اللي كاين فيه هنايا. شتو هذا كما قلت لكم راه كنت شفتو فاش كنت تما في اكادير وكان عاجبني وقلت غنرجع ليه. ايوا صافي دابا فاش لقيتو هنا قلت ناخذو. شنو خديت فاش كنت في الفا 55؟ نوريكم البنات واحد القيعات غزالين لقيتهم ثمن مناسب. هادو كنت لقيتهم في زارا هوم الثمن ديالهم فريمون كان طالع كانوا غاليين. مي في الفا 55 لقيتهم بشي 130 درهم وقيلا. بغيت نشوف لكم واحد منهم جوج خديتهم ب 129 البنات. شفتوها 129 درهم للوحدة. ها فريمون عرفتو كيجيو فنين في الزيت هكذا تحطوهم فوق من البوطاجي ديالكم كيجيو رائعين. المهم اللي كانت باغاهم ولا اللي كانوا عاجبينها حتى هي ديجا راه تما في الفا 55 ثمن ناقص كما قلت لكم على زاراهم. زاراهم كان الثمن ديالهم فريمون غالي. نوريكم كيتسدو بهادي من هنا. شوفوا هكذا ديري زيت بلديه وزيت رميه فنين فنين صراحه زوينين. وي صراحه كانوا حوايجات زوينين راه غير تزيو عزيز راه فرناوني راكم عارفيني انا مع المعلم فاش كندخل شي ماكازون هادوك اليوم لا ضروري خصني ناخذهم حيت بصح كانوا عاجبيني ولقيتهم غاليين. صافي هما اللي خديت فاش كنت في الفا 55. خديت واحد الكادو لصوفيا. المهم راكم عارفين ما ندخلش بيدي خاوين وصافي. اما بالنسبه لهادشي راه تبارك الله والله العظيم الا وليت غير كنفرق وكنحيد زعما كنحيد هادشي ديال لي بوبي ولي جوين لا شومبر ديالها حيت صافي عمرات راكم عارفين الدراري صغار. المهم كما قلت لكم قلت غير ناخذ ليها هكذا كادو فاش نكون راجعين تيليها معايا كيعجبوها هي المونيكا تتحماق عليهم. خديت ليها هادي من 8 من 55 وخديت هاد الشميعات هادو حيت وزيرة مازال ما طفات الشميعات لانيفرسار كيما قلت لكم البارح وصافي جينا عيانين وما وصلناش بكري ما باقي خدينا ليها لا كاطو لا حتى شي حاجه. اليوم في العشيه ان شاء الله دايرين باش نمشيو شي بلاصه ناخذ ليها كاطو في الشميعه ديالها ضروري. ايوا صافي المهم بغيتكم كنهضر بشي ولا في مود الناس. غادي نشرب هذاك الكاس ديال اتاي اللي قديت دابا وغادي نمشي ناس واحد شويه نتسناو حتى يجيو حيت هما كيما قلت لكم مشاو يقضيو شي اغراض نتسناو حتى يجيو ان شاء الله هذيك الساعه نشوفو البروغرام ديال العشيه. هيا فوزية وعزيزي يلاه دابا دخلوا جابوا معاهم غداهم هنايا لوطيل جابوا ما غير ماكلو هو اللي كيتغداو به. بغيت غير نوريكم واحد البوشيطات دابا لقيتهم فوزية فين البلاصه اللي خديتوهم كراج الليل ياك تما فين كنتو صراحة زوينين. باش نوريكم واش الاخر وقيلا ركبتي انت تليفونك ياك؟ لا ما جبتيش. اه واش انت جبتي غير بحال هذا؟ لا الاخر درته هكاك خليتيه في البيت الداخل. هنشوف واش تنت هاي 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 تعزيز المهم انتم هي البوشيطة جابوا لي انا هادي كما كتشوفوا. عرفتوا بعدا انا ضربتها واحد الناس عالمية والله الا يلاه فقد دابا استرتحيت مع راسي. كما قلت لكم جابت لي فوزية هادي زوينة صراحة ولكن هادو اللي بغيت نشارك معكم هادو اللي واعدين بزاف. شوفوا لي البنات هادو شحال فنين كنت كنشوفهم في الانستغرام وكيعجبوني. هانتوما فيهم سناب شات انستغرام كاع دوك لي زابليكاسيون وكيبقاو يدورو بحال هكا فنين. شحال خديتوهم هادو؟ شحال؟ 50 درهم. وانتم غير يبيع لكم الثمن العادي ماشي جمله حيت خريتو غير قال لك اليوم كثار ياك. المهم 50 درهم. ايوا سنت مازرت صافي عرفكم ولاد اكادير دار معكم ثمن مناسب. كما قلت لكم البنات هادو راه فنين. شوف كاين خديت انا وفوزيه بحال بحال شتو راه عزيزتها واخده بحالنا راه تا مشينا عرفت راه شديده تنادم معايا الحال قالك تنادم معايا الحال
وزيرة خدات وحده اخرى بحال هذه حيت هما تقداو هادو من الاولين عاد قال لكم بعد لقاو هادو الواعره هي فوزيه جات ليا هذه قالت لي جات البحر ولا لا بيسين ما تبغي تعومي ما عرفتني انا عوامه 100 متر حوالي وهي تجيب لي هذه قالت لي باش بقيت ندير فيها التليفون ايوا صافي اختي كنشكرك شكرا شكرا المهم غنتسناو تيتغداو انا غنوض نضربها واحد الدويشه وتا العشيه عاد نخرجوا ياك ماشي دابا باقي الحال تا العشيه ان شاء الله عاد نخرجوا نشوف شعري ولبس عليا وغادي نخرجوا المهم قلت حتى برد الحال العشيه هذه تقريبا شي 8 ونص العشيه قريبه 9 غادي عاد غادي نخرجوا غادي نمشيو شي بلاصه كما قلت لكم ناخذوا الفوديه شي كاطو ونمشيو شي بلاصه نتعشاو فيها المهم هانتوما معايا غادي نشارك معكم ثاني ان شاء الله فين مشينا الى بنات كازا يحسنوا معكم الى غتمشيو تخدموا شي غراض ناري واحد الزحام انا كنت كنقول اكادير عمرات وكاين الزحام لا هنا اختي حاله خاصه هنا طيله السنه طيله السنه والله العظيم تخيلوا معايا غير طرق شحال درنا فيها وقيله شي ساعه ونص ولا ساعتين ولكن راه مشينا شدينا الطريق حتى لمراكومول مشينا لمراكومول لقينا هم قال لك سعود يوم الحد قال لك تسعود صافي مابقاوش ما تقدريش تدخلي مازال يعني غير الناس اللي كاينين تما هما اللي عندهم الحق انهم يجلسوا حتى ل 11 خرجنا من تما حتى ما دخلناش مشينا غير حتى لتما كنقلبوا فين نتعشاو ما فين نتعشاو السي عزيز شافنا واحد لادغيس في الانستغرام قال لك وحدين تيديروا الحوت مشوي بالاعشاب وداك الشيء واش باقي الناس بعيده ايوا مشينا حتى تل الريستورون بعد ساعه عاد باش وصلناها لقيناها ساده عاد دابا جينا للبلاصه اللي غنتعشاو فيها الحاجه اللي بغيت نطلب منكم البنات قبل ما نسد معكم لا فيديو بغيت نقول لكم ما كرهتكمش انكم تدعيو مع بنت خالتي بالصبر لانها توفات ليها بنتها الناس اللي متبعيني في الانستغرام غتكونوا شفتوا هاد لا فيديو اصلا صورتها لكم كان مازال ما في خبرنا حتى شي حاجه من بعد عاد سقنا الخبر ان بنتها توفات ليها صغيره البنات يلاه عندها عامين مسكينه ان شاء الله طير من طيور الجنه يا رب الله يصبر والديها هادشي اللي كندعيو معاه بالليل وبالنهار الله يصبرنا حتى حنايا جاتنا صراحه بحال الصدمه ايوا الحمد لله على كل حال لا اعتراض على قضاء الله ان لله وانا اليه راجعون ما كرهتكمش كاملين في لي كومونتير دعيو معها من قلبكم دعيو معها بالصبر ان ربي ينزع عليها الصبر وان شاء الله يعوضها خير يا ربي امين كاع اللي عنده وليدات وعارف بحق الكبده غادي يحس بنت خالتي مسكينه حيت ماشي ساهل ماشي ساهل نهائيا هذا الشيء اللي وقع ولكن كما قلت لكم الحمد لله والشكر لله على اي حاجه كتجي من عند الله غنقول لكم البنات بالسلامه عليكم وشكرا لكم البنات كاملين اللي عزاني في الانستغرام صيفطوا لي ميساجات الله يخطيكم والله يحفظ لكم كل عزيز وغالي يا ربي وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر